واستمر المسيح يعمل في هذه المعجزات الرائعة، وفي ناس كثيرين آمنوا بكلامه ومشوا معه في كل مكان مشى له. وكان المسيح محبوب من الجميع بسبب محبته للجميع، لأنه كان وديع وكان حنين على الجميع. شفى المرضى وعلم الناس عن ربنا وشبع جوعهم الروحي الشديد. المسيح كان كامل وصالح، ما عمل غلط كله ولا كان عنده ذنب، وكان كل همه إنه يعمل في الدنيا دي مشية الله أبوه. المسيح جاء عشان يعلن للناس محبة ربنا ويصالح الناس الفاسدين مع الله القدوس. وكان يا إخوانا في غادة دينين، وكان الغادة ديل متسلطين على الشعب، وكانوا بغيروا جدا من يسوع ومن حب الناس له. والغادة ديل كانوا يفتكروا إنهم أبرار، وما كانوا يفتكروا إنهم محتاجين لغفران، ولا كانوا محتاجين لنعمة ربنا، لأن قلوبهم كانت قاسية. ومش كده وبس، لفقوا تهم ضده عشان يسلموا للمحاكمة، وفعلا سلموا للحاكم الروماني، ملصوا هدومه وضربوه ولبسوه تاج بتاع شوك مؤلم في راسه، وضحكوا منه وسخروا به. كمان كان المسيح بقوته وسلطانه يوقف كل الاعتداء. كان ممكن يقول لنا كيف وما تقدروا تعملوا لي شيء، لكن كان عارف انه جاي للعالم عشان شنو. جاي عشان يكون ضبيحة ترفع خطية كل البشر، ويحمل في جسده كل العقاب اللي بيستحقوا الخطاء زيي وزيكم. بعد ما قبضوا على يسوع ساقوا ومشوا سمروا في صليب بتاع خشب. وقاموا رفعوا الصليب ده علقوا فوقه وخلوه متعلق فيه لحد ما أسلم الروح. والطريقة بتاعت الإعدام دي يا جماعة طريقة بشعة طبعا، وما كان في زول بيعملوا له كده وبيحكموا بالطريقة دي إلا يكون شرير جدا أو مجرم خطر. وفي اليوم ده كان مصلوب مع المسيح للصين، يعني يا أخواننا يسوع على البار، يسوع اللي ما عنده خطية وضعوا وسط اثنين من الأشرار. كان المسيح يا أخواننا بريء، ما غلط في أي شيء، لكنه سلم نفسه للموت من أجل خطايانا، من أجل خطايا كل بني البشر، عشان يرفع ويمحو خطايا كل الناس، خطايا كل إنسان عنده رغبة يتوب ويرجع عن طرق الردية الكعبة ويقبل ذبيحة، ذبيحة المسيح كفارة عنه. المسيح قدم نفسه ذبيحة كاملة، دفع أجرة الخطية بالكامل عن كل البشر. وعشان كده أعلن الله إن نظام الذبائح انتهى، فلا توجد ذبيحة بعد المسيح. طبعا عاد المسيح بعد ما صلبه ظنوا انه متخلص منه خلاص، لكن طبعا يا جماعة ده ما حصل. فبعد موت المسيح دفنوه في قبر جديد ملك لواحد من اتباعه الاغنياء، وبعد ما دفنوه وضعوا حجر كبير في خشم القبر. وخطوا جنبه حراسة مشددة. لكن المسيح قام في اليوم الثالث واكتشف قيامة المسيح ومجموعة من النسوان اللي كانوا جزء من أتباعه، وكانوا ماشيين في الصباح عشان يخطوا الحنوط للجسمان بتاع المسيح، لأنه اليوم اللي قبله كان يوم سبت. يوم السبت طبعا كان إجازة اليهود وما كان بيعملوا فيه أي شيء، وكانوا عايزين يخطوا له الحنوط بحسب العادة المتبعة. لكن كانت دهشتهم شديدة لما عاينوا لقوا الحجر متدحرج من على الباب بتاع القبر، وعاينوا جوا لقوا القبر فادي ما فيه زول. وازدادت دهشتهم كمان لما شافوا ملاكين قالوا لهم إن المسيح حي وإنه قام من الأموات. وبعد ما قام المسيح من الأموات ظهر لمجموعة من تلاميذه، يتكلم معهم وأكل معهم. لكن كان في واحد من تلاميذه اسمه توما، ما كان موجود مع التلاميذ لما حصلت الملاقاة بينهم وبين يسوع. ولما سمع منهم عن قيامة المسيح شك وما صدق، لأنه كان صعب عليه إنه يؤمن إن المسيح ممكن بعد ما مات يقوم من الأموات.
وقال لهم أنا لو ما شفتها مكان المسامير في يدينه وألمسه بيدي دي فأنا ما ممكن أؤمن كله كله. والمسيح يا جماعة تحنن عليه لأنه بحبه وتحنن على شك توما، وقام ظهر مرة تانية للتلاميذ لما كان توما قاعد معهم وتكلم معه مباشرة وقال له هات يدك يا توما، جيب أصبعك هنا وعايل ليدي والمسه، وكمان جيب يدك وخدها في جنبي عشان تكون مؤمن. وأجاب توما وقال له ربي وإلهي. قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمنت، مباركين الآمنوا وما شافوا. وظل يا أخواننا المسيح يسهر التلاميذه لمدة 40 يوم، وفي ناس كثيرين عرفوا وآمنوا إنه حي. ولما جاء الوقت عشان يصعد للسماء وسط تلاميذه قال لهم لازم يحملوا الأخبار السارة اللي قال لهم دي للعالم كله، أخبار جيته للعالم وأعماله وموته الكفاري وقيامته. وبعد ما يسوع يتكلم معاهم باركهم كلهم، وأثناء ما هو بارك فيهم ارتفع إلى السماء وجاء السحابة وغطته من عيونهم وكانت كل العيون متعلقة به. لكن في اللحظة دي ظهر للتلاميذ ملاكين وقالوا لهم يسوع شايفينه قدامكم طلع للسماء ده حيرجع تاني بنفس الطريقة الطلع بها دي، وهو الآن بيجهز لكم مكان لكل من يؤمن به ويتبعه اتباع حقيقي. ويسوع يا جماعة بنفسه عمل لنا الطريق اللي بيوصلنا لربنا. جاء وقت يا جماعة نحن نوجه فيه سؤال ونعتقد انه سؤال مهم، هو المسيح ده مات في الصليب عشان شنو؟ عشان يخلصنا من ذنوبنا ويرجع لنا علاقتنا مع ربنا. المسيح طاهر وخالي من اي ذنب، لكن حمل كل ذنوبنا واخطائنا اللي بنعملها قدام ربنا كلها شالها. ونحن لما نؤمن بالمسيح ونتوب ربنا بيغفر لنا كل ذنوبنا ونصبح كأننا بلا ذنب، وتنفتح لنا صفحة جديدة مع ربنا، وكمان ربنا بيدينا قوة وسلطان على الذنوب دي. سلطان يا جماعة وسلطان أولاد جداد مولودين ولادة جديدة من ربنا. أثناء حياة المسيح على الأرض أدانا أمثلة كثيرة تفهمنا معنى الحياة مع ربنا، وقال إنه في طريقين، في طريق واسع سهل جدا لكن نهايته الموت والهلاك، وفي طريق ضيق وصعب لكن نهايته الحياة الأبدية. ونحن كلنا ابتدينا في حياتنا في الطريق الواسع، وكلنا تولدنا بطبيعة ميالة للشر وعمل الذنوب ولسناها يا جماعة من أبونا آدم، وكمان برضو باختيارنا نحن اخترنا طريق الشر بإرادتنا. والمسيح يا جماعة علمنا لازم نخلي الطريق الواسع ده ونختار الطريق الضيق اللي بيودي للحياة الأبدية مع ربنا، وما ممكن ندخل في الطريق الضيق إلا بيسوع المسيح أو سيدنا عيسى. عن طريق التوبة عن خطايانا وذنوبنا نقبل إن المسيح هو ذبيحة صلبت على الصليب عشان تفدينا ذنوبنا. فيا أخوي أنا بطلب منك تتكلم شوية مع نفسك وتفكر، وممكن كمان تقول يا رب أنت عظيم وقدوس وبار، أنا بحترف لك قدامك أنا غلطان، وأنا بأمن إن يسوع مات على الصليب عشان ندفع أجر ذنبي، من فضلك اغفر لي كل اللي عملته وطهرني واديني قلب جديد وخليني واحد من أولادك. أنا عايز يا ربنا أمشي في طريقك وأعيش معاك هنا في الوطا، وكمان برضو أكمل الحياة دي معاك لما نمشي للسماء. أنا بشكرك لأنك جبلتني في اسم المسيح. آمين.